عسلامة. عسلامة، مرحبا هلال. لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بيك. يعيشك وبيك، هاك منور. ينور ذاتك، ينور ذاتك، ربي يبارك لك. نحكيه اليوم على التفاؤل والضحكة والتبسيمة والأخلاق الباهية. طيب، إيش خص ديما متفائل. أنا بقلت ربي أعوذ بالله من كلمة تانا، إن شاء الله ديما الناس كل متفائلة، ديما متفائل قدام، ديما متفائل بالخير، وديما واحد ديما باهي. التبسيمة أجر عند ربي، تعرفي أجر كي واحد يضحك في وجه العبد، أجر راي. فهمتني، إيش خص هي الحقيقة. فهمتني، شوية العباد يمكن هاو مكتب، هاو مولد، هاو عيد، هاو كذا، هاو من رمضان، هاو معناها ديما ورا بعضهم. يبدا واحد ساعات يخمم، يبدا يمشي هايم، اما ان شاء الله ربي قدر خير، وان شاء الله ربي ديما ان شاء الله فرحانين، ان شاء الله تونس ديما ديما زاهية. فهمتني، وان شاء الله يعني اللي يخلي التبسيمة تغيب هو الظروف ومشاكل الحياة. يعني هي الظروف، الظروف بتبيع الظروف بنيتي هكا. انا قلت لك مكتب، الناس كل اللي عنده ثلاثه اولاد واللي عنده كذا يبدا مسكين يبدا يمشي ويخمم. فهمتني، هو تو برك عرضني واحد زعما تاخذ فيه كرهبه ساهي. علاش؟ قلت له يا وليدي سايس روحك. قال لي ولدي وما قبلوش ودار شنو. يعني العباد يبدا مش معناها اما التبسيمه هي بيا، ديما نتبسموا، ديما نضحك، عمك حليوه ديما يضحك، ديما يفدلك. الحمد لله، صلي يعني فيك تربح. الله عليه وسلم. كي تبقى هكا مع عبيد ما همش متفائلين، بدل لهم الجو معناها. يعني نبدل لهم الجو يا مرة اثنين يا ما نقعدش بعضهم. خاص سلبيين. إيه كي يبدو سلبيين واحد ويجبد لي ديما على المشاكل، ويجبد لي ديما على هاي الدولة مش بيها هي، ويجبد لي درسو وتبارك الله شيخ. فهمتني؟ ديما علاش نقول البطال انا واش نقول واحد مسكين. فهمتني، يبدا واحد تكيه والله العظيم، والله ديما تكيه واحد مش نقول له شنو يخدم، تكيه يصور تبارك الله وهم مش بيه، وهو در شنو، وهو كذا، وهو الغلي، وهو الكوي، يا ودي هك تشري وهك تاكل وهك تشرب وهك. الحمد لله يا ودي، تفائل خير، تفائل، حتى ربي يقول لك تفائل 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 تفائل. قلت ربي، ربي ينورها قدامك. فهمتني، شنو نهار كامل وانت تلطف، الله معافينا يا لطيف اللطف. انتني هذه يا بنيتي، ان شاء الله ربي. برشا اللي يتشكيوا، برشا برشا. انا راه الله العظيم هكاك، انتني اي نقول لك حاجه، تو برشا نسمعوا بها ما يحرقوا واحد. نقول لك ليه بلادنا مش باهية، بلادنا ما عملنا قشمه، هاك ملوحين في الشوارع في ايطاليا وفي فرنسا وفي هاك ملوحين من مدين حشيك وحاجه قدرك. سمعني، حتى ما يجاوش حتى التواليت باش يرشوا فيها الماء، ما يجاوش حتى باش ياكلوا، صباتوا صباتوا. يقول لك انا 15 يوم تكثر بالشهرين، هو ناتم في ساقيه. فهمتني، هاكم برشا مشاو ندموا. يا بنتي البلاد هذه رحمه والله العظيم. انا خرجت برشا، فهمتني، البلاد. وين خرجت؟ مشيت لمصر، مشيت لايطاليا، مشيت للمغرب، مشيت البلدان هذوما. سافرت معناها. الحمد لله. اما تونس هذه والله يا بنتي، والله 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 جنة. فهمتني، مانيش انا لاباس عليا، رد بالك، ماني خدام، حس خدام عزيم عادي معناها. فهمتني، اما نحب نخرج، نحب نحوس، نحب نلبس، نحب ندور، نحب نفدلك، نحب هذاك هو. فهمتني، ويا ربي يرضاك. اليوم 10,000 وغدوه 100 وماشي. فهمتني، هكا هو. معناها علاش مش خمم انا، مش خمم على المليارات نقول بهم ولا ليه ما تخممش على المليارات؟ علاش ليه؟ بنيتي ان شاء الله يرزقنا بالخير، ان شاء الله يرزقنا بالخير. امي ان شاء الله الناس الكل فرحانه هنا. هذا الله ان شاء الله. وش نقول لك اخر؟ امي انت تبعد على الاشخاص السلبيين، تبعد عليهم، حتى انت تبعد عليهم. امي خضر هما يجيبوك كوبي، يجيبوك كل واحد. امي حاول كيف تبعد عليهم. لا 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 يا حلاوه، صلي يعني في تربح. امي الله ديما زهيد، ان شاء الله يا بنيتي ان شاء الله. اللي يتشائموا من بلادهم ويقولوا بلادنا ماهيش باهيه، اللي يتشائموا، انا ماني قداش مره نقعد في قاعده، في قهوه، في ساريه، في حاجه، الله يقولوا برا برا، سافر برا، لوز بلاد اخرى خير برا. شوف اللي ما خرجش من تونس ما يعرفش قيمتها، صدقيني والله لا يعرف قيمتها. فهمتني، تي برا ما يقول لك المغرب، المغرب يا برا، المغرب اي برا. شوف تي هم تو مثل هم تو كيفاش شفنا هنا، شفنا أدني المساكن كيفاه. تي ليبيا، هل يقولوا ليبيا ويقولوا ليبيا، تي هاي أتعس من التعاسة. أدني
ربي ان شاء الله يسترهم وربي يلطف بهم وربي يحفظهم، فهمتني؟ انا نحكي لك انا من الحمد لله راهو بلادنا شفتي باللي فيها باللي واحد والله باهيه، والله ربي فضل لنا بلادنا، ربي يخلينا بلادنا وربي يحفظها وربي يسترها، فهمتني؟ بلادنا واي بلاد فيها معناها المميزات وفيها يعني فيها السلبيات وفيها الايجابيات. اي هو اكيد ما هذيك ما عند ربي سبحانه هذيك هي، فهمتني؟ ترى انه التوانسه اليوم صابرين على الوضعيه في بلادهم؟ والله تو الوقت الحاضر الحمد لله نشوف فيهم انا متفائلين خير برشا، فهمتني؟ فما ناس قلنا حكينا متشائمين، اما فما المقصر ان شاء الله متفائلين خير مع الدوله هذه مع الواحد، ان شاء الله ربي نصبر عليها شويه ونوقفوا مع بعضنا. مو لازم زاد كان انت تقول كلمه ونقول كلمه وذاك يقول كلمه خايبه، ديما نقولوا الباهي، ديما نقولوا الباهي بنتي، فهمتني؟ وان شاء الله ربي يستر. نسبه المتشائمين نسبه كبيره فيها الشباب. مو احنا حكينا فما ناس هما مش متشائمين، هما يحبوا يردوها العباد متشائمه، هو ضد مثلا الدوله هذيك وضد كذا، ولو هو لاباس عليه يحب يردها مش باهيه خايبه او ما فماش دار شنو او ما فماش كذا، وهو فما كل شيء راه والله يا بنيتي فما كل شيء، زاد احنا نحمد ربي، زاد احنا كان ما في النهار ما فماش عليه كيفاش ما فماش هذاك، حتى انا كنت ناخذ في باكو وليت ناخذ في السكتين وكنت ناخذ في باكيت وزوز وليت ناخذ في 10 باكيت عليه، كان ناخذوا كل واحد يستحقه والله لاباس، والله بنيتي لاباس، فهمتني؟ ونستحفظ على رواحنا وربي يقدر الخير وربي يجريها على سلاح، فهمتني؟ لا 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 يا حلاوه. باش نخلي لك توا نصيحه تقدمها للتوانسه الكل. والله نصيحه انا نقدمها للتوانسه يصبروا على يصبر شوي، فهمتني؟ والحمد لله وديما يتفائلوا خير، مش ديما انا ما فماش عظم ما فماش، فما ما نتفائلوا خير، نتفائلوا خير، قدرة ربي لاباس، قدرة الله، فهمتني؟ والله بقدرة ربي تفائلوا خير وضحك وفلك وواحد وربي بقدرة ربي تو ربي يعطيكم. كلمة الختام ربي يبارك لكم انتم الساعة الكل وربي يفضلكم، وان شاء الله ديما كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ديما منورين، وان شاء الله ديما تونس منورة وحافلة وواحد وباهية، فهمتني؟ والحمد لله. شكرا.